الإلهام ممكن يجي في بعض الأحيان على شكل موقف محرج ممكن تتعرض ليه، أو تجربة بسيطة بس ممكن تكون سيئة جدا، واللي ممكن ينتج عنها إمبراطورية ضخمة في أحد الأيام. وده بالظبط اللي حصل مع ريد هاستينجز، ودفعوا لتأسيس إحدى أهم الشركات المسيطرة على البث الحي وإنتاج الأفلام والمسلسلات، وهي طبعا الشركة الغنية عن التعريف نتفليكس. قبل ما نبدأ حلقتنا، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. الامريكي ريد هاستينجز هو مؤسس نتفليكس، واللي درس الرياضيات وتخرج من الكلية سنة 1978، وحصل على جايزتين في تخصصه قبل التخرج، وبعدها اشتغل مدرس رياضيات للمرحلة الثانوية في سويسرا لمدة سنتين، بعدها رجع لأمريكا ودرس الماجستير، وحصل على شهادة الماجستير في تخصص علوم الكمبيوتر سنة 1988 من جامعة ستانفورد الأمريكية، بعد ما باع شركته الأولى بيور سوفت وير. فضل ريد يبحث عن فكرة لمشروع جديد يبدأ بيه، أو فرصة عمل ثمينة يقتنصها، وفي الفترة دي وفي أحد الأيام استأجر ريد فيلم من متجر مشهور، وتأخر في إعادة الفيلم للمتجر لمدة 6 أسابيع، فقام المتجر بتغريمه مبلغ $40، وده اللي سبب لريد الحرج والضيق، وفي نفس الوقت كانت اللحظة دي بداية تشكل فكرة مشروعه الجديد في راسه. شاف ريد مدى قوة المتجر ده، برغم الطوابير اللي ممكن تقف فيها بالساعات علشان تأجر فيلم، وبرغم ان الافلام الموجودة في المتجر كانت ضعيفة، ده غير الطريقة المعقدة في اعادة الافلام المستأجرة وغرامات التأخير اللي احيانا بتتجاوز شراء شريط الفيلم. شاف ريد كل العيوب دي، ومع ذلك المتجر كان مليان بالعملاء والزبائن، وعرف ريد ان كل دي علامات ضخمة ومهمة على وجود سوق ضخم للنوع ده من التجارة، وده اللي شجع ريد على مشروعه الجديد. في البداية كانت فكرة مشروعه بتعتمد على تأجير الأفلام بطريقة مريحة، والاستغناء عن الانتظار في الطوابير الطويلة، وكمان بدون الحاجة لزيارة المتجر للاستئجار أو الإرجاع، مع توفير تشكيلة من أفضل الأفلام وخصوصا الأفلام الرائجة، وكمان تخفيض سعر الاستئجار عن باقي المتاجر، كل ده والزبون قاعد في بيته بدون الحاجة لزيارة المتجر، وكل ده عن طريق البريد. وفي سنة 1997 بدأ ريد في تنفيذ فكرته، وافتتح شركة نتفليكس لتأجير الأفلام عن طريق البريد في أمريكا فقط. بدأ ريد الشركة ب 900 فيلم، وكان بإمكان العميل اختيار الفيلم اللي هو عايزه وطلبه عن طريق الإنترنت، فيوصلوا الفيلم خلال يوم أو يومين، ومعاه ظرف تاني للإرجاع، كان بيتم وضع الكرسي في الظرف المخصص للإرجاع، وبيتم وضعه في أحد صناديق البريد، وكانت العملية دي في قمة الراحة والسهولة، لكن مع ذلك الأمور ما مشتش زي ما بيتمنى ريد. المبيعات ما وصلتش لطموحاته أو حتى لأرقام مشجعة كحد أدنى، وكان على ريد التفكير والبحث عن الأسباب لحد ما وصل لسببين رئيسيين. السبب الأول إن الناس أو العملاء لم يعتادوا على اختيار أو طلب الأفلام عن طريق الإنترنت، لأن الفكرة دي في الوقت ده كانت غريبة على الناس، وعرف إنه محتاج صبر علشان فكرته تنتشر، وإنه محتاج يعرف العملاء على كيفية استخدام منتجه، لأن الناس كانوا متعودين إنهم ينقوا الأفلام من بين الرفوف في المحلات مع أصدقائهم، ومشاهدة أغلفة الأفلام ومناقشة أحداث الأفلام مع الأصدقاء اللي معاه. أما السبب الثاني إنه كان بيأجر أفلام DVD، وفي الفترة دي ما كانتش مشغلات الأقراص دي منتشرة في البيوت الأمريكية. بدأ ريد في البحث عن حلول لمشكلاته، وفي شهر سبتمبر سنة 1998 ظهرت فضيحة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع مونيكا، فاستغل ريد الفضيحة دي للتسويق لشركته، وقام بنسخ 10,000 نسخة DVD لإفادتهم في المحكمة، وقام بتأجير كل نسخة ب2 سنت بالإضافة ل$2 قيمة الشحن، ودي كانت البداية. فضل ريد لفترة طويلة يبحث عن حلول تانية لمشروعه، وإزاي يقدر يطوره ويكبره، فخطرت في باله فكرة مشاهدة الأفلام عن طريق الإنترنت باشتراك شهري. وقال ريد في وصفه للفكرة دي لما حاول يطبقها: كنت أعلم أنها لن تكون فكرة سيئة، لكن لم أعلم أنها ستكون فكرة عظيمة. وبدأ ريد في تنفيذ فكرته في سبتمبر سنة 1999، وعمل الشهر الأول الاشتراك مجانا علشان عدد كبير من الناس يجرب الخدمة، والنتيجة كانت مبهرة. 80% من المشتركين في الخدمة جددوا اشتراكاتهم في الشهر الثاني مباشرة، وبالفعل كان في إقبال مهول على الاشتراك في الخدمة. وهنا بدأ يظهر لريد مشكلتين في غاية الخطورة. المشكلة الأولى إن مشاهدة الأفلام عن طريق الانترنت بتحتاج لمساحات ضخمة على سيرفرات مستقرة، واللي ما كانتش بتتوفر في الوقت ده إلا بشكل نادر، وبتكون بسعر مرتفع جدا. والمشكلة التانية كانت العقود المبرمة مع الشركات المنتجة للأفلام والقنوات المالكة للحقوق،
فاحتاج الأمر منه الكتير من المال في الوقت ده، غير الكتير من الجهد والمفاوضات مع الأطراف المختلفة. وبالفعل اتلقى ريد دعم من شريك جديد أعجب بفكرته وطموحه وقدراته، اتلقى دعم بقيمة 30 مليون دولار، واستخدمت الفلوس دي في بناء الشركة وعروضها الترويجية، وتم إبرام العديد من العقود مع القنوات والشركات المنتجة للأفلام. وفي سنة 2000 عرض ريد شركته في سوق الأسهم الأمريكية، وده اللي بيعني للمستثمرين صحة الشركة ماليا ونجاحها وسيرها على طريق الشركات الكبرى زي مايكروسوفت وجوجل وأبل. وحققت الشركة نجاحات ضخمة واعتبرت من أنجح مشاريع المواقع الإلكترونية. وفي سبتمبر سنة 2002 وصلت نتفليكس لإرسال أكثر من 670 ألف قرص مدمج يوميا، وعدد مشتركيها وصل لمليون مشترك. وفي 2006 وصل عدد المشتركين في خدمة نتفليكس لأكثر من 6.5 مليون مشترك، وفي 2010 وصل عدد المشتركين ل 14 مليون مشترك، وبلغ مبيعات الشركة في السنة دي ل 997 مليون دولار. وفي سنة 2011 بدأت نتفليكس بصنع أول محتوى خاص بيها، وكانت البداية مع مسلسل هاوس أوف كاردز الشهير، واللي بدأ عرضه في 2013. ومن الوقت ده أطلقت نتفليكس عدد من أهم المسلسلات والأفلام في العالم لحد يومنا هذا. وفي 2017 بلغ عدد المشتركين في نتفليكس حوالي 117 مليون مشترك حول العالم. وفي أول 3 شهور من سنة 2020 بس حققت نتفليكس أرباح بتصل ل 709 مليون دولار، ودي أرباح صافية وليست مبيعات. الخلاصة ان تجربة ريد هاستينجر مع شركته نتفليكس واحدة من اهم تجارب رواد الاعمال في العالم، وبالعقلية دي عليك انت كمان انك ترفض التعثر والفشل، وحتى لو وقعت وتراكمت عليك الديون لا تستسلم يا صديق، حارب من اجل مشروعك، لان سمة رائد الاعمال الناجح هي التحدي والوصول للهدف. وتجربة ريد هاستينجر مع نتفليكس هي خير مثال على ذلك. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. لا اله الا الله. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، شكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش تدعمونا باعجاب على الفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.